احمد فهمي من اكتر الناس اللي بتحب الحيوانات. أي. وانا عمري ما هنسى لما كنا عايزين نعمل اي حمله فيها دفاع عن الحيوانات او التوعيه، انت كنت بتبقى اول واحد موجود صح، وانت كمان. وبقلبك جدا أي. جدا جدا. أي. فاحكي لي بقى على قصه، القصه بدات امتى؟ لان في ناس بتحب الحيوانات من صغيره، وفي ناس بيبقى شويه لما كبرت شويه. لا، من وانا صغير طبعا، يعني من وانا صغير، بس في حاجات فهمتها لما كبرت. يعني زمان كنا بنحب نجيب الكلاب والقطط ونتصور معاها صورتين وخلاص، وبالذات في الفترة اللي هي اول ما الفيسبوك اتعمل وبتاع، الناس كانت تصور صورتين ويرموا كلابهم في ال موضة في يعني. محدش بيفهم ان ده روح وهو اتعلق بيك اكتر ما انت اتعلقت بيه بكتير. انا بحب الحيوانات بشكل عام، كل الحيوانات، اي حيوان لحد التعبان بحبه، بحب كل الحيوانات، لان مفيش حيوان مؤذي بفطرته. اي حيوان حتى بيأذيك بتبقى دخلت منطقة نفوذه، بتبقى هددته، بتبقى حتى لو مش قصده. انا بالنسبة لي كل واحد بيبقى عنده حيوان مفضل، انا الكلاب هي اكتر حيوانات حيوان، لان بتحبها. الكلاب هي الحيوان الوحيد اللي بيحبك حب غير مشروط. الحيوانات دايما بتأكلها عشان تحبك. الكلاب تقول ايه، ما هو الكلب برضو؟ لا، الكلب انت ممكن تبقى ضربه علقة اصلا وتناديله بعد 5 دقايق بيجيلك ولا كأن اي حاجة حصلت. حتى انا كل التاتوات دي هتلاقيها ايه ده، دي كلها كلاب. ده ايه؟ ده ان مكتوب. ما حدش، يعني معناها ان اكتر ناس بتعلمك الانسانية مش شرط يكونوا بني ادمين. يعني انا اقصد بيها الكلاب، لان اكتر حيوان بتلاقي منه انسانية هم الكلاب اصلا. عندك كلاب قد ايه دلوقتي؟ انا في الشلتر بتاع هوب، انت مش عارف احنا اتقابلنا في اسمه احنا ولا في كان اسمه. اتقابلنا في اتقابلنا في اسمه، اسمه. في هوب ده، في مثلا في حوالي 300 400 كلب، لكن اللي جوه البيت هي كلها انقاذ ولا كلاب بلدي ولا من ده انقاذ. على ده؟ ما هو كله بيبقى انقاذ، يا اما بيبقى كيس فيها حاجه متعوره او كده، يا اما ما الكيس. احنا شفنا ساعة وقت الكورونا ناس كتير قوي، لما طلعت الإشاعة بتاعت ان الكلاب بتنقل الكورونا او القطط، شفنا ناس كتير قوي فتحت باب البيت وناموا كلاب ولقينا كلاب كتير وانواع كتير، وممكن فيها كمان انواع غاليه، او زي جدا. يعني الناس اللي كانت بتجيبها تتمنظر بيها انه ممكن الكلب بيبقى مش عارفه بكام الف استرليني ولا بكام ايوه الف ايوه يورو، وكلها مطلوقه في الشارع بتلاقي كلب ب 3 4000 يورو رامينه. هما طلعت بس زهقوا. الاشاعه، محدش كلف نفسه يسال، وكله رمى كلابه وقت الكورونا، مع ان ده هم كانوا امن حاجه اصلا. وحتى لو هو بينقل، انت المفروض تبقى، ما هو البني ادم بينقل، يعني المفروض تبقى انت في بوند بينك وبين الروح دي اكتر من كده. حتى الاطفال دايما نفسيا، يعني بيقولك لو طفلك اتربى مع طبعا بات، بالذات لو هو كلب، الموضوع بيفرق بيطلع كتير جدا، حنين وبيطلع وبيطلع طيب بالظبط، بيطلع بني ادم عنده رحمه وبني ادم بتفرق في شخصيته كتير جدا.